صباح النور. صباح النور سميرة، بصحة لكم. الله يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. صباح الخير عليكم. شوف ما درتش في اكتوب غير هكا ياك. اكتوب غوز لا بتيت كوب، تضامنا مع السيدات كلهم اللي تعانيوا من مرض السرطان كذلك. تبارك الله عليك لا سميرة. دونك اليوم ديالنا يعني اليوم غادي نتكلموا على الاجهاد النفسي عند الطلبة. الطلبة تعرفوا اجهاد نفسي عادة فاش يكونوا الامتحانات، فاش يقربوا، لكن كذلك الاجهاد النفسي عرف واحد الوتيرة اكبر، واحد الحدة اكثر هاد اليامات مع الحجر الصحي. تفق معي ولا لا؟ تماما لا سميرة. هو البرن اوت او الاجهاد المهني كيكون عند الناس اللي تيكونوا دوزوا سنين في العمل وتيكونوا بعد واحد ظروف معينه كيحسوا بواحد النوع ديال الاجهاد على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني. هاد السنين الاخيره بدينا تلاحظوا بانه كاين البرن اوت، كاين الاجهاد النفسي حتى عند الشباب وعند الطلبه خاصه. اكيد كاين واحد الخاصيات ديال الظروف ديال الوباء ديال كوفيد بطبيعه الحال لانها ركزات هاد الحاله للاسف، ولكن نبغيو نتكلموا بعداك باش نديروا انتباه الناس انه هاد المشكل هذا كاين. بزاف الناس تيقول لك هذا باقي صغير، واش هذا عاد بدا حياته غادي من دابا غيتشكى، من دابا ما شاف ما تشوف، من دابا غيعيا من دابا. ولكن هاد المشكل هذا ولا مرض وهاد السنين كلها بدا كيبان عند بزاف ديال الطلبه، وخاصه الطلبه اللي تيكونوا مجتهدين بزاف، تيكونوا عندهم الحس ديال المعقول بزاف، تيكونوا يخدموا مزيان، تيكونوا عندهم كيجهدوا نفسهم بزاف، فعاده تيقدر يبان الا كانوا واحد الظروف معينه، تيبان على شكل اعراض، اعراض كثيره، اعراض جسديه، اعراض ذهنيه، واعراض نفسيه. اعراض جسديه تقدر الطالب من بعد واحد المده ديال سنه او سنتين ما بعد البكالوريا مثلا تيكون اختار واحد الشعبه معينه في الدراسه ديالو، فاختار بين قوسين، يقدر في بعض الحالات تيكون مشكل حتى في الاختيار ومشكل في التوجيه اللي كيقدر يخلق هذا المشكل ديال الاجهاد او البيرن اوت. فمن بعد هذه المده تيقدر هذاك الطالب يلقى راسو في واحد العياء جسدي، ما تيبقاش يقدر يتحرك، تيكون عنده آلام على مستوى الظهر، على مستوى البطن، على مستوى آلام جسدية، آلام ذهنية. ذهنية كيفاش؟ ما كيبقاش داك الطالب الشاب اللي كان عنده واحد الكفاءات ذهنية ومهارات معينة، عادة تتلقاه جاب الباك مزيان ومشى لمدرسة معينة. وعلى فكرة هذا الإجهاد النفسي تيكون عند الطلبة اللي كيكونوا في بعض الجامعات اللي تيكونوا عندهم واحد السمعة عالية، أو مثلا واحد الدراسات اللي شوية قاصعة كمثلا الأقسام التحضيرية لي كلاس بريبا، أو مثلا دراسات الطب مثلا. دايوغ كاين أرقام كثيرة في كليات الطب بالعالم، ماشي يعني غير في العالم، عند البيرن اوت عند الطلبة ديال الطب مثلا، وهذه تثبتات بدراسات كثيرة. فهاد الطالب هذا كيلقى راسو ما بقاش عنده ذاك التركيز، ما بقاش عنده ذاك الخفة في الفهامه، خفف لانه اللي كانت عنده من قبل مثلا الحفظ او التركيز او تلقي معلومات جديده، لانه من قبل كان في الثانوي كان كيتلقى معلومات، كيقرا رياضيات، يقرا فيزياء، تيقرا، كان مولف بواحد الشكل، فبدا كيتلقى واحد معلومات جديده او مواد جديده اللي جديده عليه، وكيقدر يحس براسو بانه بحال تبلوكا ولا عنده ان بلوكاج على مستوى الذهن ديالو، وتيكون عياء نفسي انه يعني الانسان تيولي في نوع ديال شبيه بحالة ديال الاكتئاب، شبيه بحالة ديال لا ديبرسيون، انه ما تيبقاش عنده رغبه يدير شي حاجه، تينعزل شي شويه، تيولي ساد على راسه، تيكون متوتر دغيا دغيا، تنفعل، تيكون الضغط النفسي عنده بواحد الشكل كثير، وتيكونوا اعراض اخرى معينه كمثلا اضطرابات على مستوى النوم، فتيولي الطالب اما عنده مشاكل في النوم انه ما تيقدرش ينعس في اول النوم، او حتى الا نعس تيكون النعاس ديالو مقطع، او تيكون نعاس كثير. تتلقى داك الطالب تيقول لك انا ما كنشبعش النعاس، لغت ليه مثلا في وسط الحصه دائما عيان، في وسط الحصه عيان. وكيقدر كاين بعض الطلبه اللي تيجي تقول لنا انا كيديني النعاس في وسط الحصه، تينعس النهار كله، تيكونوا اضطرابات على مستوى الشهيه ديال الاكل ايضا، اما من ناحيه ان الطالب او الطالبه ما تيبقاش ياكلوا مزيان، او العكس تتولي واحد النوع ديال لابوليمي، تياكل بزاف، وهذه للاسف اكيد الدكتوره ماريا حتى انت بديتو كتشوفوها هاد السنوات الاخيره، بدينا تلاحظوا هاد المشاكل كثيره عند الطلبه الشباب اللي كتبين بانه داخل في حاله اجهاد نفسي. الحل دكتوره هادو يعني درنا ان كونستا، عارفين دابا شنو واقع الطلبه، كيفاش المحيط ديالهم يمكنهم يعاونهم، كيفاش هما يقدروا يعاونوا نفسهم.
دائما لسميره تنقولوا اذا عرف السبب بطل العجب. اكيد قبل ما نطرقوا للحل دائما خصنا نحاولوا نعرفوا الاسباب. الاسباب متعدده وعندها علاقه بالمجتمع ككل، بالتغيير المجتمعي اللي دخلنا ليه. كاين واحد الضغط اللي ولا على الطلبه، انه كاين واحد الضغط ديال لا بيرفورمانس، ان الطالب مطلوب منه انه يجيب واحد النقطه عاليه بزاف في الباك، خصو يدير سوايع اضافيه، يدير دروس ديال الدعم. ولات واحد نمط في المجتمع، لا على مستوى الطلبه ولا حتى على مستوى الناس اللي خدامين، كلشي باغي التميز، كلشي باغي يكون واحد الدرجه اللي هي عليا بزاف. وهنا كاين ضغط بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من طرف الوالدين، من طرف الاسره ديال التعليم. مثلا كيقدر يقول له لا انت ما مزيانش لانك مجرد جبتي 16 على 20. فهنا كيولي مع المده هذاك الشخص تيحس براسو واخا هو راه مزيان، راه تيكون جايب 16 وخارج تيبكي، وخارج تيبكي تماما. يعني كاين ضغط، وبعض النوبات كاين حتى بعض الوالدين بلا ما يقصدوا واخا هما باغيين كيديروا واحد المقارنات، شوف فلان جاب مزيان انت خصك تجيب، الا ما جبتيش مزيان ما غدير والو في حياتك. مثلا كاين بعض التعابير اللي هي قاصحه ولا كررناها بزاف خصنا نحاولوا نتفاداو بحال هادشي. واش هاد التعابير ما فيهاش واحد يعني شويه ديال الصحه؟ لان ان فيت يعني لي زيكزيجونس ديال المجتمع ديالنا دابا تطلب منه انه يجيب نقطه مزيان والا ما غادي يدير والو. جوستمون هذا هو التبرير اللي تيقولوا بصفه عامه الناس، يقول لك لا راه الا ما دارش كاك راه ما غادي يدير حتى حاجه، راه ما ياخذش مدرسه عليا، ما غاديرش كلشي باغي يدير الطب، كلشي باغي يدير الهندسه. لا، المجتمع مصوب من بزاف العناصر، ماشي كاينين دي ميتين ما تنفكرش فيهم، هادشي معروفين. هادشي اللي كنبغي نوصل لا للوالدين ولا للاسره التعليميه، راه ماشي المجتمع مصوب غير بالاطباء والمهندسين والاساتذه والمهندسين المعماريين، راه كاينين بزاف ديال المهن اللي هما مزيانين. مثلا الطفل او الشاب عنده ميول نحو مهن ديال الصحه، وهذه حالات انا كندوي لك عليها لا سميره شفتها، يعني كتشوف ذاك الشاب عنده ميول نحو مهن الصحه بصفه عامه. الوالدين قالوا خصك تجيب 17 في الباك الا بغيتي تدوز كليه الطب، خصك تدوز واحد المباراه اللي هي قاصحه، خصك ما تنعش في الليل، تقرا، دير بزاف الحوايج، والا ما جبتيش هذيك المباراه الطب ما كتولي ما كتسوى والو. اذا داك الشاب كيلقى راسو هبط من الفوق للتحت، ما بقاش كيسوى حتى حاجه. الوغ كو كاين شعاب اخرى، كاين ممكن التمريض فيه تبارك الله، عسي التمريض شنو المجالات اللي كاينين فيه، كاين شعاب الصحه، كاين الاورتوفوني، كاين لابسيك، كاين بزاف الشعاب اللي ممكن هذاك الشاب يتوجه لهم. اذا هنا كنرجع ويلقى فيهم راسو التوجيه، يا راه ما كاينش هذه الفكره ديال لا خصك دير الا ما درتيش راه ما غتنجحش، هذه فكره خاطئه. لانه الانسان في الحياه ماشي كيكون روبو كنصنعوا في روبوات خصهم كلهم يكونوا محطوطين في مول واحد يتحطوا فيه، راه المجتمع او بصفه عامه بحال الحياه بصفه عامه متكونه بزاف ديال الافراد وبزاف ديال العناصر اللي خصنا نتنوعوا فيها. فهنا هذه نقطه مهمه اللي كنركز عليها، الا كبر بها الشاب وصل لواحد المستوى ولقى صعوبات، لان اكيد هذه دراسات عندها صعوبات، مثلا الاقسام التحضيريه، مثلا الناس اللي وليداتهم في الاقسام التحضيريه تعرفوها عندها واحد الصعوبه معينه، الشاب كيبقى خصو يدوز امتحانات باستمرار، كاين ضغط باستمرار، ما كيلقاش وقت باش يدير الرياضه. وهنا كنرجع للحل في نفس الوقت، لاحظي معايا سميره كندويك على الاسباب وكندويك على الحلول بشكل غير مباشر. والحلول يعني قبليه، قبل ما نوصلوا لها يعني ما كاينش غادي حنا نمشيو حتى نوصلوها لواحد الحد اللي غادي تكون يعني ممكن تفاهمت فيه ونقول له بغينا الحل السحري. الحل تيبدا اننا ندخلوا في مرحله التفكر، نعيدوا النظر في النماذج وشنو بغينا من هذا الشاب اللي هو انسان اللي هو مكون او عنصر تيكون المجتمع. راه خصنا نصنعوا منه انسان اللي هو ايبانوي، يعني سعيد بين قوسين، ولكن عاجبو راسو، مرتاح، قادر يكون بناء في المجتمع، قادر يكون عنده واحد القيمه في المجتمع. فماشي ضروري يكون عنده واحد الكادر مخشي فيه، لما تخشاش فيه راه ما كيسوى حتى حاجه او كيسوى زيرو. لا، هذا الشاب راه حتى هو عنده واحد الامكانيات اللي خصنا نحطوهم في الاطار ديالو. فاذا النقطه مهمه التوجيه، والتوجيه السليم، وماشي عيب اننا نخطئوا في التوجيه ونعاودوا نصحوه. هذه مساله بزاف الناس ما تيقدوش يديروها، ملي تيدوز الشاب نحو توجيه وتلقى راسو بلوكي ما عارف يدير فيه حتى حاجه، تيبقى لا ونعاود نعاود نعاود. وهذه حالات جاتنا، كيبقى الشاب كيعاود المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، يعني ما فيها باس يشوف افاق اخرى، اعاده النظر، ندير توجيه اخر. اللهم عام يعني ضحي بيه ولا حياته كلها. صح، هذه المعلومه بزاف الوالدين او حتى الشاب كيجي يقول لك ضيعت عام، راه ما ضاعش ذاك العام، لا راه الحياه هي ماراثون غاديين فيه كلنا، واكيد هذاك العام تعلم فيه بزاف، هذا العام تعلم فيه شحال من حاجه، يمكن نبدل الشعبه ونستافد من هذاك العام اللي درته في ذاك
الشعبه اللي هي مغايره ونستفد بها بحاجه اخرى. فما كاينش حاجه سميتها ضيعت مادام انني كنتعلم وكنزيد لقدام. النقطه اللي نبغي نثير ليها الاهتمام اللي هي خاصه بالشباب، البرناوت فاش كيجي عند الناس، يعني الاجهاد المهني فاش كيجي عند الناس اللي هما عندهم واحد السن معين 40 عام او 50 عام عنده خاصيه. البرناوت فاش كيجي عند الشباب، لاحظي معايا سميره الا فكرنا شي شويه كاين خطوره معينه، ما عرفتش تبع معايا شنو تقدر الخطوره كيفاش يحاولوا يعالجوه. يقدر يكون واحد النوع ديال لوتو ميديكاسيون. تماما. اش كيدير الدري ملي كيشوف راسو هكاك ما مزياش؟ غيدخل لواحد الباب اللي هي خطيره وللاسف تلاحظوها بزاف، غيدخل لعالم المخدرات، السيجاره، هذا وعديد من الشباب كيدخلوا الكليات مثلا ديال الطب، كيدخلوا لهذا كيكون حتى لما وصلش لهذاك الشيء بعدا غير المشروبات الطاقيه تيديروا فيها غزاوه. تيديروا فيها غزاوه، تيمرضوا راسهم وتيدخلوا في حاله الادمان ديال بزاف المواد، الحشيش، الاقراص، لانها كتحيد لهم شويه ديال لونغواس. هادشي كله حيت بغينا يولي طبيعي، وهادشي كله حيت بغينا يولي هذاك النمط اللي حنا اختاريناه ليه، ولا ما كانش هذاك النمط هذاك الشاب كيسوى زيرو. فاعاده تصحيح هذه الافكار، وهنا كناكد على الحل. هالحلول الحلول خصها تكون بالتفكر في الحاله. مثلا الا وقع ولقينا بان الدري صافي طاح، ما بقاش كينوض، ما بقاش كينعاسو كثير، ما كياكل بزاف او ما كياكلش، وحطينا هذا التشخيص، لابد اللجوء الى ناس اللي غادي يعاونونا اللي هما من اهل الاختصاص. يقدر يكون طبيب ديال العائله اللي غادي يوجهو، يقدر يكون طب ديال التغذيه، يقدر يكون طب نفسي، ويقدر يكون استاذ في الجامعه او صديق ديال العائله والعائله الاسره والاصدقاء. يقدر يكون الاب والام على غرار واحد النموذج اللي غادي نقدموا فقره امومه. نموذج جميل جدا لاب وام تيشاركوا الحياه اليوميه مع وليدهم الصغير، وتيشاركوا هذه الحياه ونمط الحياه ديالهم اللي تيدخلوا في كل كبيره وصغيره ولدهم فيه، تيشاركوه مع المتتبعين ديال الانترنت. غادي نتعرفوا على امين وصوفيا بعد قليل فقره امومه. تنشكرك دكتوره لبنى بوحولي. غادي نتعرفوا على امين وصوفيا الى سمحتي، من بعد ما نتعرفوا على الوصفات اللي مقترحه علينا لاله ماريا بن جلون فقره حميه.